إذا سادتي أنتم الآن معنا مباشرة في رحابة مدرج صحافة وتسجيل سابقا كوليج أكاديمية التنمية مع ضيف جديد أثار الكثير في البلاد وقيل عنه شيء كثير ملأ الدنيا وشغل الناس. لماذا؟ لأن قصته قصة مأساة حقيقية يعيشها أي ولادي يعيش المحن والكبوات وعطرات الطريق. أنتم معنا مع ضحية سيول 1980 أو البطل الجريح معكم عبد الله حليم البطل المغربي للمصارعة. ورقة موضوع سوسي. أهلا بك زميلي حبيبي، أهلا بالبطل المغربي والإفريقي والعالمي عبد الله حليم، مرحبا بك في برنامجنا. يعني الحديث زميلي حبيبي عن سعد الله وحديث وشجون، نعم بحديث كبير وكبير جدا، محطة تاريخية لهذا البطل يعني أساسية، كانت حافلة في التاريخ المغربي الرياضي المغربي وخصوصا في المصارعة. إذن ضيفنا اليوم هو البطل المغربي والعالمي عبد الله حنين من مواليد سنة 91 البيضاء لمنطقة ينتمي لمنطقة غنية وكبيرة هي منطقة بلمسيك بسيدي عثمان. ينتمي أيضا والنادي الذي تلعب فيه والنادي وفوليداد الذي بدأ به ممارسة هذا الصنف الرياضي منذ 1978 حاز كبطل المغرب في وزن 52 كيلوغراما، وفي 1987 بطلا للمغرب في فئة الكبار لوزن 57 كيلوغراما كيلوغرام. برز ايضا البطل الى جانب ابطال مغاربة كعلي شقر وطوالوش وكريبي والقصيري وسباكن وابو الوفا. في 1981 الى نهاية 1983 بطل العرب في وزن 57 كيلوغرام، وبعد 10 سنوات بعد ذلك وبالضبط في 1980 الى غاية 1986 بطل افريقيا، وفي سنة 1985 حاز على الميدالية البرونزية في الألعاب العربية في الدار البيضاء. أيضا احتل الرتبة الخامسة في الألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1983، كان ممثلا أيضا للمغرب في مباراة دولية جرت بالعاصمة موسكو وأصيب خلالها بنزيف داخلي ناتج عن قطع شرايين في أعلى ذراعه الأيمن، وهي الإصابة التي أنهت مشواره الرياضي. هي قصة عبد الإله بن كيران، هي قصة قصة عبد الله حميد، هي قصة بطل اضطر للتوقف في محطة الانسيان. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن شكرا سوسي على التقديم الرائع، والآن سنحاول أن نسبر أغوار بطلنا وحكايته وأهم المواقع التي شهدها وطنيا قاريا ودوليا. وقبل ذلك نسأله سؤال تقليدي عن إرهاصات البداية، كيف كانت بدايتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الحضور وأنا جد فخور من هذا الحضور. وبداية ديالي كانت البداية كانت بداية ديالي مفاجئة، أنا ما كان عرفت شي رياضة، كنت غير الفجأة كنت عند واحد العائلة ديالي في سيدي عثمان، كنت دير زبال ديال الشارع ودخلت في 76 وبانت لي رياضة المصارعة ودخلت في الشتاء عجبتني ومارست رياضة المصارعة، وهذيك هي البداية ديالي الحمد لله، كانت مفاجئة والحمد لله عجبتني ديك الرياضة وتألقت فيها من الألف، تألقت في رياضة المصارعة. ملي دخلت في 76 بديت نمارس رياضة المصارعة، المدرب شاف لي طاش مش كنت كدير شي رياضة أخرى، قلت لا هي بدات شي راه إن شاء الله مزيان غنكون عندك مستقبل. ومن تما انطلقت وكانت أول مشاركة ديالي. سألت سيدي هذا الملاحقة، لماذا اخترت وفاء بلال ولماذا لا الرجاء؟
لا للوداد، لا للجيش، لا للأندية الكبيرة، بالطبع نادي مرويدان. مرويدان نادي شعبي، جا في حي شعبي ولا كنكون في حي شعبي جا، فالصدفة، والحمد لله تألقت فيه، وعطيت شيء كثير من بين التألق. أول دوري شاركت ديال أول واحد شارك في معمور ما شارك، درت الرتبة الأولى في 52. سأتي هذا الموضوع حدثنا عن أهم الإنجازات على الصعيد الوطني. أهم الإنجازات الحمد لله من اللي بديت الممارسة ديالي تقريبا بديت كنشارك في 77 كيلو، شارك في 52 كيلو في المصارعة الرومانية والحرة، درت ميدالية ذهبية في الحرة ودرت ميدالية ذهبية في تقريبا من 77 حتى 88 في القاتلية الحديثة، وأنا بطل المغرب كنشارك في المصارعة الحرة في المصارعة الرومانية. والحمد لله بدون افتخار كيقولوا ماشي كيقولوا بان الافارقه والدول العربيه احسن عنصر في المصارعه الحره، وكان مازال بجوج كان مازال الحره والرومانيه كان مازال كنشارك فيهم بجوج، كانت البطولات اللي كانت بطل المغرب في المصارعه الحره وبطل المغرب في المصارعه الرومانيه. اذا وطني بدات بالامل، حبيت عن اول مقابله اللي كسرت في حاجز الخوف و فرنسا في نفسك كبطل مغربي على مستوى الامل. اول مقابله هي ديال كيتسمى واحد الدوري كيتسمى في المغرب نوفيس اللعابه الجداد ما عمرهم ما شارك، كما كيشاركوا في اي لعاب تيشارك فيه ما عمرهم ما شارك كيشارك. المبتدئين غير وصيف. شاركت مالك سميتو، وكانت ربما المشاركه ديال درت 70 حتى المفاجات، كان واحد العنصر عندنا في الفريق اجى انا وياه في النهائي، هو قديم عليا ما نذكرش الاسم ديالو، وقال لي الدراري وسميتو قال لي غادي نعطيه الكومبا، هو قديم عليك عطيه الكومبا ونقاس المدرب تيعرف السر ديالي، قال لي لا كنلعبو كل واحد وانا عارفو كيمتاز بواحد الحركة باش يمشي سميتو يلاه بغي درت العكس ديالها وشديتو في الطوموبيل وربحتو، قلت أول مرة ندير الميدالية على الميدالية الذهبية اللي درت بها في زعما اللي كانت الطريقة ديالي. إذا فرضت نفسك على مستوى الأمل ثم قفزة عملاقة نحو الكبر. يعني هذه القفزة النوعية هل تعتبرها تغيير لمسارك الحرفي الاحترافي أو الرياضي؟ هذيك سميتو اللي كنشارك أنا بكل وخا تنكون في الشبان تنشارك مع الكبار وكندير الرتبة الأولى، هذا هو وكانت واحد الميزة أخرى مثلا حتى المدرب تعرف حاليا أشياء مثلا كتكون شي وزن كاع كثر منه كيطلع لي وتندير فيه كيكون مثلا بحال هكا يسد بيا سميتو، ولكن في البدايه وكان متكلاس الاول في الوزن ديالي، هذا هو السر اللي على المستوى العربي. المستوى العربي اول ونحن نعرف ان هناك تهيبا للدراري المصارعه المصريه والجزائريه والتونسيه، كيف كنت تصارع هؤلاء الابطال وترفع راية المغرب خفاقة الأعالي؟ أول مشاركة ديالي في مع المنتخب مع الفريق الوطني هي البطولة العربية للأمن، كانت هذيك الساعة ما كانت لا قاعة مخططة لا والو، كان غير المعرض الدولي كنا كنلعبو في المعرض الدولي، لعبنا في 78 حصلت على الرتبة الأولى في النهائي، لعبت مع واحد العراقي والعراقيين كانوا معروفين على الصعيد العالمي وربحتهم. المهم درت الميدالية الذهبية، أول ميدالية ذهبية مع الفريق الوطني للأمل هي هذيك البطولة، هذيك هو الحدث الأول اللي وكانوا بغي كنت مكاني في الديجو الإسلامي الألعاب الإسلامية كانت في تركيا، كان ديك الساعة فيها عويطة وبزاف ديال اللاعبين. سنأتي هذه المحطة في 1979 أما غتكون كانت في إزمير الديجو الإسلامي في إزمير. كان وديك الساعه باقي لاكارت ناسيونال ما عنديش، باقي لاكارت ما عنديش وعلى قبل باقي صغير ما داونيش. المهم هذيك هي الاول بروجيكت غادي نقول شويه مع الفريق الوطني. ويقال انك في سنه 1986 وكما يقول المغرب العربي الصيف ضيعت اللبن، ضيعت اكبر فرصه سنه 1986 عندما تنهضت 83 الان بحر المتوسط لا في 83 هذه ماذا وقع؟ كنت وكنا في حاجه الى تتويجك. هذيك في 83 كنت نلعب في مصارعه حره في 83، وانا مثلا كنت في واحد
والإعاقة هي اللي ديال التوعية ديال المجتمعات في البلاد ديالي ما كنقدرش نتنفس هو سميتو هذا هو السبب ديال اللي عاقلي إذا أكريت على المشاركة هذا هو المشاركة اللي خسر هي باش ما نجيبش إحدى الميداليات في الألعاب محمد الوسطي. إذا 1989 86 هيمنة مطلقة و هيمنة مستطيرة على القارة الإفريقية، 6 سنوات للهيمنة المغربية، هل هذا يعني أن المصارعة الإفريقية كانت دون المستوى أو أن بطلنا عبد إلى حنين كان مستواه عالي جدا؟ لا الحق بالعكس معروف على الصعيد الإفريقي المصريين دائما كانوا أبطال عالميين وأبطال أولمبيين عندهم من قديم حيت هما عندهم اللي باش كيمتازوا علينا بكل صراحة باش كيمتازوا على المغاربة وعلى الدول الأخرى عندهم أندية بزاف مثلا أي نادي ديال كرة القدم خاصو ضروري يندمجوا ليه المصارعة وعندهم مثلا أنا سمعت بأن كاين شي 350 نادي ديال المصارعة حنا في المغرب بكل صراحة كاين ما فيهش 20 نادي 25 نادي ما فيهش وشوف الفرق ملي كتكون واحد المنافسة قوية واحد المنافسة اسمية كيطلع لك البطل لا ضروري يطلع البطل كيطلع قوي. هذا محور سؤال عندما نتحدث عن الجامعة الملكة لغاية المصارعة وهو موضوع شاسع ومتعدد الأطراف وكثير من اللغات والصخب. إذا الجامعة الملكية لغاية المصارعة يعني جامعة هشة اعتمادات مالية ضعيفة أبطال ينشأون من هنا وهناك، هل تعتقد أن بهذه العقلية يمكن للمصارعة المغربية أن تقلع بعيدا؟ بكل صراحة وبكل صدق أنا عشت تقريبا واحد المدة ديال 36 سنة في رياضة المصارعة كسبت واحد التجربة كبيرة لأن كانوا رؤساء شحال من رئيس كان واحد الرئيس العوفي الله يرحمه رحمات جا من بعده العبدي بكل صراحة جا هذه بكل صدق بكل أمل جاء هذاك الرئيس لأن من النادي ديالنا طلع النادي ديال وفاوكده جا ترأس على النادي ديالنا حنا كان رئيس ديال الفريق ديالنا في وفاوكده منو طلع للجامعة قلنا راه غادي بكل صراحة خدم بهذوك اللعابة اللي كانوا ولكن ملي كنا حنا أنا وشي أصدقاء ديالنا راه معروف ذكرتو الأسماء كاين بعض الأسماء اللي ما ذكرتوهمش بحال طاهر عبد العزيز راه في كندا دابا بحال السواكان بحال المهم قصير ابراهيم ملي خدم معاهم خدم مع هاد سميتو ملي مشى هاد الجيل تعرات ما بقاتش تبان المصارعه ما بقاتش بينا بكل صراحه ما خدمش كان مقابل على السفاريات وانا كل هادي نقول هذا بكل امانه واخا كان ديال سميتو وبزاف لانه وقعوا لي معنا سميتو بزاف ديال الاحداث ولكن الحمد لله دابا جا هذا الرئيس الجديد كنتمنى منه الخير وان شاء الله راه الانجازات ديال البطوله العربيه راه بانت اللي مثلا سميتو المغرب حصل على الرتبه الاولى في المصارعه الحره وفي رومانيا الشبان وفي الكبار في المصارعه الحره وكما قال هو كان بدا بها راه سابقا في المصارعه. اذا كنت مشغولا ولبيت الدعوه وهذا والتفاته لا يمكن ان ينساها هذا الصحفي. عندي سؤال اخر ومن نوع اخر ومن طيله اخرى. عندما شاركت في روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا يعني وقعت لك واقعه قيل عنها بانها صدمه عنيفه او رجه عنيفه يعني ما هي الاشياء التي التقطتها والتي يمكن ان تحدثنا عنها بقاياها واثارها؟ سنة 1988 كانت الألعاب الأولمبية ديال سيول في كوريا وكنت أنا متأهل كما يقولون مكاليفي باش نشارك فيها لأن كنت بطل إفريقيا كانت اللي كتخول لك باش تشارك كنت كتير بطل إفريقيا باش كتشارك في الألعاب الأولمبية كنا مشينا واحد تربوس خارجي كنا في ألمانيا الشرقية من ألمانيا الشرقية درنا واحد تربوس ولعبنا واحد الدوري ولعبت في ذاك الدوري ديال المانيا الشرقيه وكانوا شاركوا معنا المصريين وشاركت المهم جات شي اش غنقول لكم بحال ربما لعبت وكانوا بحال كيشوفوني عربي مع الحكام وسميتو بحال تيخسروني في واحد المقابله كنت غنلعب النهائي وسميتو واحد
من المانيا الشرقيه لعبت معاه وخسرني معاه نقطه بزاف كاع من النهارات مع التحكيم كان ديك الساعه سميتو. المهم حتى المصريين نوبوا ليا لعبتي وكيما كيقولوا ذلك العين لعبتي كويس حاليا لعبتي هبطوا تاع سلموا عليا وسميتو. مشينا من تما حنا مشينا لروسيا كنمشي لموسكو كملنا داك التربوس في احد المباريات كنت لاعب مع واحد الروسي ولعب انا وانا رابحو وبغيت ندير واحد بغيت ندير واحد واحد الحركه وبغيت ندير العكس ديالها باش ناخذ انا واحد النقطه انا مع الاحتياديه يديها زنقات مع داك سميتو ما وقفت هذا السمو عليهم المراجعه قطع ليا قطع ليا عرق المراجعه في جاتيخ ملي قطع ليا عرق في الدرع ديالي الدرع ديالي الوقت كنت كنسحب هذا العظم هبط ملي الساعة ما حسيتش براسي ما بقاش عزمي هما الطب عندهم روسيا كيعاودوا في واحد الطبيبة مغربية تما تلاقيت معاه هي عاودت لي قال لي الطب شي ناقص في روسيا من وحدة النهار ديك حتى ل 10 ديال العام شفت داروا لي العملية كنبداو ندير العظام هو راه عندي المراجي هما داروا لي صحاب العظام هبط لان هاد العظام كاين هو فتي هبط سميتو ما سمعت على باش داروا لي واحد جا واحد الخبير ديال العروق هو اللي جا قال لي راه عندهم المراجي وداروا لي العملية ملي داروا لي العملية الصباح ملي تيدقوا لي في لي بالي في الدية كنحس بيدي ميتة ماتت اليوم ملي ماتت اليوم الطبيبة كتعاود لي قالت لي ودي حتى تكون ما كنتش أجنبي مع تسعة السوايع أول علميا ستة السوايع يموت بلادي المراجع لأن كاين واحد العروق داك العرق كاين واحد العرق كيدي القلب واحد كيجي من القلب هو اللي تقطع ليا قال لي ستة السوايع يموت الإنسان أنت مع الرياضة ولكن داكشي القدرة ديال الله سبحانه وتعالى صحتي يديا ما كان لا ما والو يديا اللي كنكون كاع انا ربما انا عشتو كنلقاها دايره سميتو ما كتحكمش فيها هاد واحد المده باش كتحيا سميتو خلا والو هذا هو اللي وقع. اذا بعد نهايه مشوارك تذكرك الكل او السواد الاعظم يعني كيف عشت هذه المرحله المريره؟ حق هاد الحوايج هادو حشومة يتعاودوش وهم يسمعوهم الرياضيين يسمعوهم بالنسبة للإنسان أن هاد إشارة هذه رسالة موجهة هي رسالة الحمد لله الإنسان دائما تيكون عفاف وغير الإسم الإنسان تي حيت الإنسان لا بغا يشوف كيشوف هو أنت ما كتقولش هو كيشوف دابا مثلا أنا ملي جيت من روسيا جيت للمطار ما كاينش اللي استقبلني حتى اللي استقبل مثلا هذا راه جا المغربي توعات كان تيدافع على الرايه الوطنيه وكان في الفريق الوطني ماشي سهل هذاك كتب كالي في الالعاب الاولمبيه كتب اهل الالعاب الاولمبيه وماشي سهل جيتي كنت كدافع على الرايه ومشات الدراع ديالك مشى. المهم جيت لقيت واحد الصحفي ما كنساهاش واحد الصحفي ديال جريده الاتحاد السكني الاشتراكي ومشى من سميتو قال لي نضرها قلت له دير انا دابا شهر وانا جيت دابا وكنعالج جدي براسي كنشد الطوبيس ونمشي كنمشي ل ل ل ديك الساعة سميتو سلام أبو يوسف كان كيقول لي الصوفي كان ديك الساعة كان واحد الطبيب ديال الجامعة كان هو رئيس تما ديال هذاك التسمية كنمشي كيعالج لي بكل صراحة ما نساش الخير ديالو وقلت له ودي راه ما كاين حتى اللي يسول فيا المهم كتب واحد الارتيكل ديال الجورنال تاع الشرائي ما بغاش يسري العنوان ديالو قال لي هذا غنهما الأولى تنعاود نكتب لك واحد الرسالة مباشرة لصاحب الجلالة كتبها كتبت عام الوزارة السياسية والرياضة الأبطال المغاربة تجاهلت بطل المغرب وعفرانيا بعد أن فقد ذراعه تنكرت لأوسط حقوقه في علاجه وتأمينه الدولي زعما أوسط الحقوق ديالك يعالجوا ويقرا حقوق سميتو قال لي هذا الشيء راه مكانش وقال لي راه عندك واحد التأمين دولي وكان سميتو خص الوزارة تطالب بأن توعتي برا وهذا خصك تأمين دولي هذا الشيء ما عنديش كيفاش دقات فيه ما بالي بين الحوايج وملي ديك الساعة كتبوا الغد ليه داك الارتيكل ملي كان انا داك كان الوزير هو السنه ديال الله يرحمه قال لهم شكون هذاك اللي كتب علاش كتب علاش خليتوه على سميتو ما عينوا عليا الجامعه قال لي تكلم سميتو راه تكلم المندوب ديال كان في لانفاك هذيك الساعه مندوب واحد السيد الحسين عيط عليا قال لي اش هذاك الشيء اللي كديرو انت ماشي الصريح ديالك كتكتب قلت له الصريح ديالي قلت له انا لاعب مواطن فريق ديال الوطني توعد وجيت قلت ليه الشهر هادي وما كاينش حتى اللي قال لي كي بقيتي ولا سولني وجا عندي صحفي قال لي عاود لي داكشي اللي كنخبط فيه لا قول لي راه كلشي بخير قلت
قلت له عاودي داكشي اللي كاين اللي طالع لي عاودت لي ما كذبت عليه هو لا بيك شاف الحقيقه شاف داكشي واحد راسه قال لي اودي شنو المهم تبقى دير حتى حاجه راه غيسيطر واحد 5 مليون للسيد الوزير باش تدبر الامور ديالك وهل تسلمتها كامله ام منقوصه؟ لا ما كل صراحه كل سيك ماشي شيك عطاوني شيك جابوا لي فيه 3 مليون ناقص 5 مليون وباش ما مشي فلوس اسبيس جابوا لي شيك مشيت تيريتهم 3 مليون قال لي راه غادي يوظفك وفي وظيفه هذه اللي كان بكل صراحه اللي بقى فيا شويه الحال ملي جابني درت شي 15 مليون شهر سافر لي المراسله باش يوظفوني وكل صراحه المستوى ديال الوظيفه قتلوا لك المستوى ديالو ولكن انا سولت بانه حتى 96 حتى 96 توظفت تقريبا في شي 90 ولا في 90 وحتى 96 قال لي كانت اللي عندهم ميداليه ذهبيه في البطوله الافريقيه كتحول لي السله ب10 ما كتناقش عليها السله ب10 كتحول لك كاع الابطال سميتو كتحول لك كاين واحد عندهم واحد البريم كيقول لك لا البطل الافريقي كتحول لك في وزاره الشؤون الرياضيه السله ب10 لم تسلك مسار ثاني الى المهم ما كاينش اللي كاين لا جامعه ولا ما كاينش اللي حتى تيقول لك الانسان الرياضي بحال شي حجر ديال البلاد الى خوات المهمه ديالها كتلعب في النسبه لهذه هذا زعما بكل صراحه هي اللي عندنا حنا في المغرب ولا بالعكس خص الرياضي يكون نموذج للرياضي ديال الاخرين ملي كيتلاقى معك واحد الرياضي ولا واحد سميتو تيقول لك اجداو معاك هذه هي الاسم اجداو هذا هو السؤال اللي كيجاوبو كتحرج انا والله الا غنختار ما نقدرش نقول لهم حتى شي حاجه كنقول لهم كل شيء بخير الحمد لله ما نقدرش اسبقا انت اذا ساعطيك اسماء في ميزان وتعليقك تحول ماذا تقول في عيد الشهر؟ مصارع الشهر السكر هذاك ظاهره في المصارعه معروفه على وانا قلت كما قلت هضر على المصارعه كتقول عليه شي بكل صراحه السواكن حتى هو لاعب كبير بكل صراحه من ابطال الافارقه وابطال الكوميين بكل صراحه قصيري ابراهيم قاعد اسماء قصيري ابراهيم بكل صراحه حتى هو لاعب كبير ابو الوفا حتى هو كذلك هادو كاع في الجيل ديالنا ماذا كان يميز عيش ما هي مصدر قوته ومصدر مصدر ديال الجرة معروف الانضباط في التدريب وكما كنقول حنا كنا كنقولوها كان راه بالمعنى تنقولوا الشلح دغري زعما في التدريب ديالو الصالة ما تيعرف حتى شي حاجة هادشي اللي تعرف والنتائج إذا أنا ركن جديد و أباني وتعليق سأعطيك مقطع موسيقي قصير وتعلق عليه تلك أماكن كلها مشتاقانا والعيون اللي صار فينا خيالنا الأماكن هذي عندما ركح المصارعة ينتابك حنين إلى هذه الأماكن كل صراحة كان فكر فيها الذكريات وفكر فيها الأمجاد وفكر فيها كل صراحة أني المشوار أني أنت حاليا في نهاية المشوار ما هو تعليقك؟ المشوار ديالي اش كندير؟ حاليا انت بدات المشوار وانهيته يعني كنت بطلا ثم اصبحت على الهامش ما هي الاشياء التي تجعلك تنهض من جديد؟ الحب ديال هذه الرياضه والغيره ديالها هي كتجعلك تتبقى كما قالوا بحال واحد الانسان مدمن بشي حاجه ما كاينش تخلى عليها هذه الرياضه ديالك ما كاينش تخلى عليها وترعرعتي فيها وكبرتي فيها ما يمكنش لكم وراه حنا دابا خدامين كنطلع الاج ديال الانسان كلمه توجهها للجامعه الملكيه المغربيه وتحاول تنديد من خلالها لبعض الممارسات خاصه التخلي عن ابطال المغاربه يعني رساله واضحه وبدون تشفير وبدون لغه خشب الجامعه بكل صراحه انا عايش في الجامعه ما عندها ما تدير محدوده هي محدوده الامكانيات انا هادشي عايش الجامعه ما عندها مرض هي الامكانيات ديال الوزاره محدوده بس بالله هذيك الجامعه تعطيهم مثلا في العام كامل
120 مليون ولا 100 مليون باش تشير البطولات والسفريات وانا لا كنسمع هادشي كنسمع على التمارينات بطاط يخصو عليه 700 مليون على بطاط وما كيطلعش هذه الدول اسمي فما بينو كجامعه راه تقصير من الوزاره الشؤون الرياضه من الناس ديال الرياضه بكل صراحه ملي كنسمع انا بعض الخطرات كيضرني خاطري كنشوف الاولمبيات يلعبوا الاولمبيه انواع حوايج اللي خصو يعرفو الانسان راه الانسان الحاجه اللي كيعرفها هو اللي يقدر سميتو سال مجرب الانسان اللي سميتو الانسان اللي كيعرف الميدان اذا لو تركنا لك مساحه عتاب من هم الاشخاص الذين تعاتبهم بكل صراحه الناس وبصدق بصدق الناس المسؤولين الكبار على الرياضه باش يقول لك مثلا انا عطيك مثال مثلا الاولمبيه غنشارك فيها بغيت نشاركها في الاولمبيه كنجي عند الجامعه حتى كتبقى مثلا ست شهور ولا عام تنقول لهم واش درتو ونظره واش غادي ديروا شكون من هذه ما كايناش الناس راه خاصك تبريباري الالعاب الاولمبيه انا كنموذج الناس مشاو لبكين الالعاب الاولمبيه ديال بكين دير معايا مشاو الالعاب الاولمبيه ديال بكين كنا كنمشيو للوفود كيقولوا لهم المنتزهات ديالهم كتبوا لهم المنتزهات جداهم المنشات ديالهم دخلوا لقاو دراري صغار تيترينيو بهم هما راه كيلعبوا في الالعاب الاولمبيه الناس راه كانت بريباري الالعاب الاولمبيه وعندهم دراري صغار تيترينيو بهم ما غاديش يلعبوا كيترينيو بهم قال لي شكون هما قال لهم هما لندن هادوك البريباري من لندن عندهم لعابه اللي غيلعبوا الالعاب الاولمبيه وهادو لندن باش حتى دوك اللعابه اللي غاتشارك ما كيبقاوش عند فوديت تيبقى كيقول لك انا هو انا وكيبقى ما كيبقاش يمارس التدريب كيلقى راسو راه مدبول راه عنده خصوم اخرين خصو يبقى يدير هذه هي الفكره باغي نبريباري الالعاب الاولمبيه كنمشي عند الجامعه اش خاصك لا ما تقولش ليا عام ولا عام ما طلعش بطل انا دابا جا واحد الخبير ايراني عندهم الابطال العالميين معروف الايرانيين كاين اللي بغيت تكون عندك بطل اولمبي وبطل عالمي خصكم 16 عام خصك تبقى لاغوليف غادي الناس خدامه وشي كيتمارس سميتو شي كيتحب وهادشي راه ما كان لو كان جدلا او فرضا لو وضعنا المصارعه المغربيه في الميزان يعني ما هو التصنيف المحتمل والمرتقب الذي يمكن ان تضع المصارعه المغربيه فيه؟ ملي كنا حاليا احسن من كره القدم بكل صراحه كنت خسر امس لا في التصنيف عربي يعني راس المصارعه المغربيه على المستوى العربي العربي راه هي دابا هي الرتبه الاولى عربيه الرتبه الاولى هي دابا الرتبه ديال السن اللي غنصنف كاو دابا الرتبه في الشبان داروا في المصارعه الحره الاولين وفي المصارعة الرومانية الأولين وفي الكبار داروا الأولين داروا الأولين في الحرة وفي الرومانية يعني هل الجامعة الملكية للمصارعة يعني فرضت شراكات مع الدول الأوروبية لتحسين جودة المصارعة المغربية؟ لا شي كاين هل هناك دورات تكوينية؟ لا كاين ولكن ليس بطريقة منتظمة لا بكل صراحه بكل صراحه دابا لان كيشكوني ما عرفاش كاين هذا الرئيس اللي جا دابا فؤاد مسكوت اننا شي ايام كنا سمعنا بانه راه المصارعه غادي تحيد الاولمبياد هما ما سمعتيهاش كانوا قالوا رياض المصارعه تحيد الاولمبياد ومن بين الحوايج اللي دار الرئيس ديال الجامعه كان ذكي عيط على النواب المتوكل اللي هي نائبة الرئيس اللي جا أولمبية عيط عليها وقال لها أنا حنا كجامعة ديال المصارعة غنجيب فرق نجيب كاع الرؤساء ديال الجامعات ديال إفريقيا ديال الجامعات الإفريقية وجاب حتى بعض الدول الأوروبية ديال سميتو دوك الشراكين بحال الرواسة وأوزباكستان جابهم داروا لقاء معاهم وبالفضل ديال النواب المتوكل هذا الشيء خصو الإنسان يعرف بالفضل ديال النواب المتوكل دافعت على قضيه المصارعه ورجعوها ولو كيحترموه حتى دوك الناس ديال برا داروا معاه شراكات بكل صراحه داروا معاه شراكات في هادشي ديال مثلا في اوزباكستان قالوا لي جي المنتخب المغربي يدير ترابوس بلا ريال بلا جوج يدير ترابوس وكان هذاك الرئيس ديال اوزباكستان كما كيقولوا في سميتو لاباس عليه عنده شي 20 وطير صيفط خمسه بساطات ديال سميتو مجانيا للجامعه دابا الحمد لله من ناحيه غير هي تبقى مثلا بغيت عارف ولا بغيت
سميتو خاص تكون خاص الدعم، الدولة الدعم، الدعم الجامعات بكل صراحة. أنا كنشوف أنا ماشي ضد كرة القدم، كرة القدم خصو لها بالسخاء وما كاينش نتيجة. إذا التوازن، التوازن الميزانية. التوازن، التوازن، دابا الناس أنا مثلا شي بنون كنمشيو برا كنشاركو ما كتلقاش الفرق ما بين هذا وهذا. كلشي بحال بحال. الرياضة كتكون أنت بطل هذاك هو بطل، ما كاينش الميز بين هذا وبين هذا. هي كرة القدم كتبقى شعبية ورياضة كبيرة وهذو هذي، ولكن النتائج اللي كتجيب الرياضة الأخرى ما كتجيبوهاش، ما كتجيبهاش كرة القدم، ما كتجيبهاش، ما كتجيبهاش رياضة أخرى. بحال المصارعة، كل مصارعة اللي كنت أنا في هذاك التمهيد راه من بين الرياضات اللي كتجيب النتائج. قليل كاع شي قبل ما نكون أنا في السبعينات هي اللي كتجيب النتائج. كيمشيو يشاركوا رياضة أخرى ما كتجيبش، أكبر حصة كتجيبها كتجيبها المصارعة. هذا هو راه خص تهضروا هي الى هانين يعني اسوأ موقف اتخذه عبد الهانين ولما اتخذه ما هو؟ كلما قرار اتخذته وكانت له تبعات وهدمت على انك اتخذته. الحمد لله انا كل سبب ما عمر بان لي انا شي قرار اي حاجه كنقول الحمد لله على كل حال اي حاجه ماشي نقول مثلا كمثلا بنتي هذا الرياضه داكشي اللي خصمه هذاك الله راه الحمد لله الانسان قانع باللي عاطيني الله وقانع باي حاجه جات الحمد لله عليه على كل حال شنو تنقول انا نقول حاليا البديل حتى تترك الهامش للفراغ لماذا اعددت لهذه المرحله مرحله الفراغ هل هناك دائما ارتباط بالاثمنه الان كنمارس رياضه المصارعه كندير تدريب وعندي النشاط بان كيكون الوليدات في المنتخب دابا لان كاين واحد الاخ ديالي فسميتو هو دابا في شارك البطوله العربيه ولا الميداليه الذهبيه وكاين واحد شي دراري صغيورين الحمد لله ديال المستقبل ديال سميتو مع الجامعه ان شاء الله يكون نتمناو منهم خير ان شاء الله يكونوا ابطال عالميه ان شاء الله هذا هو الامنيه ديالي. سي عبد الإله حنين يعني شكرا لك على هذه الدعوة وأنتم أعزائي أنا لكم موعد في حلقة جديدة مع بطل جديد دمتم في رعاية الله. يعني الجولة التالية هي جولة الأسئلة وسيقوم بأسئلة سيطرح كل السادة الحاضرين الصحفيين والزملاء لأسئلة متوالية وسيتولى الأستاذ عبد الله حنين بالإجابة عن كل سؤال. إذا نبدأ من سؤال. محمد السوسي العالم الصحفي لمجال الصحافة والإرشاد. هما أستاذ هنا عندي جوج ديال الأسئلة وتحدثتي على يعني تحدثتي على البدايات ديالك وعلى الجامعة اللي كانت مواكبة البدايات لأنها هي جامعة يعني المنح اللي كتعطاها من وزارة الشباب والرياضة هي منحة ضعيفة جدا فبغيناك تحدث لنا على التدريب اللي كنت كتلقاها والبرمجة ديالها وهاد التدريب يعني يعني المصروف ديال هاد التدريب واش كانت كتكلف به الجامعة ولا شكون اللي كيتكلف به. سؤال واحد اخر هو واش كان يعني انك واش اهتميتي غير بالرياضه والجانب ديال الدراسه واش كان واحد التوازن بين الرياضه والدراسه؟ الرياضه كانت كتعطيني الفرصه باش السلام عليكم. الاخت لميا عاتق طالبه بالكوليج الاكاديمي للصحافه. سالت الى هانين سؤال هو استفدتي من مهنة المزارع؟ مادي. السلام عليكم، خديجة بدو، طالبة صحفية بالكوليج الأكاديمي. أولا كنرحب سعد إله حليم. سؤالي لك سعد إله، واش كانوا شي منح من الجامعة يعني لما أنهيت المشوار الرياضي ديالك؟ السلام عليكم. على دوري نعطيك سؤال سي عبد الى حنين، بعد الانجازات والشهره ما هي اهتماماتك بعد الاعتزال وهل اخذت
حقوقك في المجال الرياضي أو حقك في المجال الرياضي؟ أطلب زهر المجد باجنة صحفية في قناة مدرج الصحفي والتنشر. بدوري كنشدد بك ترحاب ونقول لك مرحبا بك في البيت ديالك الثاني. سؤالي ليك، ما الفرق بين المصارعة الحرة والمصارعة الرمانية؟ مثلا شبي مدرج الصحافة والتنشر، سؤالي يتمحور يعني حول ولا الشيء العالم التدريب وتأطير الفئات الصغرى برياضة المصارعة، يعني عن علم أنك لمجرد أنك لاعب سابق وبطل سابق ولي خوفك فقط أنك تقوم بمهمة ديال التقطير، وكنعرفوا أن التقطير مهم جدا لأنه راه يخرج لنا أبطال ديال الغد، وخاصو يكون علمي وخاصو يكون على دراسة وعلم. نقطة اللي نبغي فقط مجرد تدخل لأنه عوض ميزانيات كذلك ديال اللي كتمنحها الميزانية السنوية اللي كتمنحها وزارة الشباب والرياضة بكل لكل انواع ديال الرياضات، فمن مسؤوليات ديال الجامعه ديال المكتب المسير اللي كيسير هذه الجامعات هو انه يبحث عن موارد ماليه، ليس بالضروره مثلا ذكرت كره القدم انها عندها ميزانيه ضخمه، كره القدم تستفيد من الاشهارات وهذا لانها رياضه شعبيه، وكذلك لانهم كيبحثوا عن السبونسور يعني مساهمين الى غير ذلك مستشكرين، وبالتالي يعني رياضه المصارعه يعني هنا سؤال كيطرا على مستوى ديال الاشهار ديال التواصل، بحيث اننا لما كناخذوا جرائد يوميه ولا نطالع على الرياضه يعني شبه غياب لرياضه المصارعه على صفحات التاريخ، يطرح السؤال ديال التواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. جريدة الذاكرة السياسية الورقية والموقع الإلكتروني ذاكرة بريس، نرحب بك في هذا اللقاء. الأسئلة كثيرة ولكن غادي نكتفي بهذا السؤال أو جوج. إلى ما حصلت على البطولة المعروف، كيف كان شعورك بالفوز لأن البطولة تعتبر مكسبا كبير وخبرة، كيف كان شعورك وفي أي سنة؟ هذا السؤال غير التالي. المعروف على هذه الرياضة هذه بأن المشاركة فيها تقنيات، فيها كفاءات، فيها القوة، فيها الذكاء. إلا ما كانش عندك هذا الشيء هذا ما يمكنش تشارك في المصارعة. وهناك تعطينا بهذه الأسماء ديال الأبطال الحاليين اللي كاينين دابا، أبطال المغرب اللي كاينين حاليين في جميع الأوزان. وشكرا. سير إلى حدين، نتمنى لك المسيرة الموفقة، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. سير إلى حدين، كنرحب بك باسم جميع طلبة الكوليج الأكاديمي ملتي ميديا سابقا، ومدرس صحفي والإعلام أشرف المرتزى الطالب الصحفي بالمؤسسة. كنشكرك وكنشكر السي حسبان اللي دار هذه الاستضافة القيمة، بصراحة هذه الاستضافة كنعتبروها من أجمل الاستضافات لأن كنشوفوا أبطال وطنيين كيحضروا معنا. سؤال موجه لك أستاذ مثلا، حنا كنشوفوا رياضة الملاكمة أن الجامعة ديالها جامعة الملاكمة ولات كتنوض بهذا القطاع هذا، وخير دليل أنهم مثلا كنشوفوا مخرجات إعلامية بزاف، ولينا مثلا كنشوفوا البطولات اللي كيقوموا بها المغاربه واللي كيشاركوا فيها المغاربه في رياضه الملاكمه، كتعتبر من الملاكمه ولا كتعتبر من احسن الرياضات كاين، والجامعه ديال الملاكمه كتهتم بالرياضه ديالها، واش الجامعه ديال المصارعه هي تنهج من السنج او لا هي اصلا مغيبه وتغيب رياضه المصارعه؟ وشكرا. مرحبا بك البطل الحالي نعم الى الكوليج الاكاديمي، هذا شرف لنا. بغيت نطرح السؤال ديالي المباشر، واش هاد الإصابة اللي تعرضتوا لها يعني وهي اللي دائما مصاحباكم كل ما كتنظروا لها ما خلاتكمش أنكم ربما ندمتوا على أنكم اختاريتوا المصارعة كرياضة؟ وشكرا. السلام عليكم، كنرحب بكم في هذا الملتقى، كنتمنى لكم التوفيق من ضمن هذه المجموعة الصغيرة التي تقودها لأنك قدوة. السلام عليكم. سي عبد الله الحنين، رغم شي يقول
والأعداء ستظل كالنسر فوق الصخرة الشماء. ونمر لك مسيرة موفقة إن شاء الله. السلام عليكم. إبراهيم بلالدي، طالب الكوليج الأكاديمي الملتيميديا للصحافة بنشيط. أول سؤال للأستاذ عبد الإله حنيني اللي هو بطل المصارعة في المغرب. قلت في الحديث ديالك مع الزميل سعيد حفري أنك توصلت بواحد المبلغ مالي من الوزارة، في نظرك واش هذاك المبلغ المالي اللي توصلت به هو رد اعتبار واعتراف برياضي قدم الكثير من هذه اللعبة في المغرب، أم هو فقط من أجل إسكات بطل من فضح ما تقوم به الجامعة وتخليها عن نجوم سطعوا في سماء المغرب سابقا؟ السؤال الثاني، لماذا لم يتم تعيين البطل عبد الإله حنيني كعنصر إداري في الجامعة الملكية المغربية للعبة من أجل استفادة من الخبرة ديالو في هذا المجال؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رمزي طالب إن شاء الله بكوليج ملتيميديا أكاديمي ملتيميديا. السؤال ديالي هو أن إضافة إلى ما قال بعض الزملاء أن هذه الرياضة أنها ما معروفاش على الصعيد الوطني بكثرة بالمقارنة مع بعض الرياضات الشعبية اللي هي معروفة، يعني شنو هو النهج اللي اتخذته الجهات المختصة يعني التعريف بهذه الرياضة هذه ومن أجل التطوير ديالها ومن أجل كما هو معلوم أنها يعني دائما كما قلتم أنها كتضيف الخزانة الوطنية يعني مجموعة من الميداليات، خصنا يعني نزيدو نطوروا هذا الرياضة ولمانا يعني نظفر بحصة الأسد الداخلة بالنسبة للميداليات على الصعيد الوطني والدولي. شكرا. السلام عليكم. مرحبا بك عبد الواحد بونادي، طالب صحفي بالكوليج الاكاديمي للملتيميديا. مرحبا بالضيف في الملتيميديا. السؤال ديالي كالتالي، ما هي المشاكل التي تعاني منها رياضة المصارعة في المغرب؟ والسؤال الثاني، ما هو المشكل الذي وجهتك في مسارك الرياضة؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنرحبوا بالضيف ديالنا عبد الإله حنين. ايضا كنشكروا الاخ والزميل والصحفي سعيد حطبي على هذا البرنامج الرائع اللي كيتحفنا به دائما. السؤال ديالي كنتي ذكرتي استاذ الاعلام، واش ما كتشوفش ان رياضه المصارعه مظلومه اعلاميا؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه، علاش الجامعه ما تفكرش انها دير شراكات مع وزاره التربيه الوطنيه؟ علاش ما دخلوهاش في الرياضات المدرسيه داخل المدرسة؟ لأن ذكرتي بأن رياضة كرة القدم معروفة والقوانين ديالها بكل شيء، لأن كاينة في المدرسة وتم إعلام عطاها واحد الحجم كبير. رياضة المصارعة تحداك أننا لهبطنا الشارع، أي واحد سولتيه على شي قانون في رياضة المصارعة أو أنواع رياضة المصارعة كنظن بأن حتى شي واحد ما غادي يعرف. هنا كتجي الدور ديال الناس اللي في الدومين، الجامعة خاصها تحمل المسؤولية في هذا المجال، خاصها توعي الناس بهذه الرياضة والأهمية ديالها وشنو هي الاستفادات يعني في هذه الرياضه. ثاني حاجه، كما قلت لك بان وزاره التربيه الوطنيه قدروا ندخلوها في الرياضه المدرسيه، واذا دخلت في الرياضه المدرسيه كنظن بان رياضه المصارعه غتمشي بخير وغتكتشفوها اكثر ان شاء الله. شكرا. اذا اليك الخط الجميل. مرحبا بك الضيف الكريم عبد الإله حنيني. لازم سؤال أول، هي غالبا الأسئلة كلها متشابهة تقريبا، سنعطيه مجمل أو زبدة الأسئلة بخصوص راسها. يعني ضعف المنح التي تعطى للجامعة، هل كانت تساعد على كل المتطلبات الرياضية؟ المنح التي تمنح للجامعة، هل هي كفيلة بتطوير مستوى اللعبة؟ أم هي مجرد در للرمادي في العيون؟ هذا هو المشكل بين رانا في اللقاء ديالي، راه درجت سمعت بان هذا الشيء هزيل وهزيل بزاف، المنحه اللي كتعطي الوزاره لا تقع ولا تسمى توني من جهودك. يعني هل استطعتم ان توازنوا بين الرياضه والدراسه؟
صراحه انا بكل صراحه عطيت كل شيء للرياضه، ما كاينش ديك الساعه ما كاينش كامل الوعي، عطيت كل شيء للصراحه بكل صراحه ونسيت الدراسه ديالي. والله بكل امانه ماذا اعطتكم رياضه المصارعه؟ ماذا اضافت لكم؟ الحمد لله اضافت الكثير، لان كلشي الناس تحترمني وكلشي الناس كل صراحه كلشي الناس كي كيعرفوني بهذا هو اللي سميتو الحمد لله. اذا استفدت الاستفاده المعنويه بالدرجه الاولى في المقال الاول. المعنويه استفدت من ناحيه سميتو، ولكن ماديا بكل صراحه. من بعد الصدمه والرجل العنيفه، هل ما زالت هناك علاقات بينك وبين الجامعه؟ وهل كانت تخص لك بعد منح ام كنت ناسيا منسيا؟ لا بالعكس، انا ما عمرها ما كانت شي منح ولا شي حاجه، ما كانتش وما كنت انا دائما انا في رياضه المصارعه مع الجامعه وانا في النادي ديالي دائما انا كان باش ندور بالفريقه غادي باش غادي نفرغ على هذه الرياضه. راه ما قلت لك راه الانسان بحال مدمن هذه الرياضه ديالي ما تخلاش عليها، داكشي اللي قسم الله راه هو. اذا اهتماماتك بعد الاعتزال يعني اين تقضي اغلب او اغلب اوقاتك؟ التدريب ديال النادي اللي عندنا في المركز الرياضي المناشر. اذا الفرق بين المصارعه والمصارعه الرومانيه، الفرق بين المصارعه الرومانيه، الفرق بين المصارعه الرومانيه نقطه اعتقاد ونقطه اختلاف. الرومانيه كتلعب من الحزام الفوق كتلعب فيها الرجلين، والحره كتلعب كل شيء الرجلين الفوق. هذا هو. اذا المصارعه الرومانيه نسبيه. الرومانيه كتلعب من ممنوع تمس الرجل ديال الانسان، سميتو هذا السيدي كيسمى الكل. يعني سؤال اخر، هل هو الشريعه للتدريب؟ عن طريق التكوين ام هي تجربه؟ انا عندي كبطل سابق، عندي خمسات الحمد لله بالتجربه، وعندي خمسات لي ديبلوم، خمسات لي ديبلوم دوليا انترناسيونال من جهه من كاتجي واحد كوميتي انترناسيونال ديال الجامعه الاولمبيه الدوليه، كيجي واحد الخبير كيدوزو كيدوزو لي ستاج التدريب ديال كيفاش تدريب الاطفال الصغار، كيفاش الكبار، كيفاش كل حاجه، حتى ربما الاطفال الصغار التدريب ديالهم عاد من الكبار، لان اذا طلعتي واحد الانسان بحال واحد الشجره درت فيها ويقول له ما غرستيهاش مزيان طلعت عوجه ما عمرها ما تستغرق. التدريب ديال الصغار والحمد لله بين الحوايج ماشي غير الجامد، كان واحد الخبير دولي جا كيقول كيقول دير التقنيات وكيشوف التدريب، وكنت انا كان بلاد المعهد كاع معنا المدربين والمعهد انا ما نقصش من الاسم في الوقيت عطاني انا هو اول واحد قال لهم اول نقطه عطاها لي انا، وقال لي كيفاش عرفتي معاه زعما على حساب كان شامبيون؟ قال لي لا عرفتش معاه، بان لي في المدرب كمدرب هاد التقنيات اللي دار المهم بالاسئله باش لماذا يعني الاستشهار عن هذه اللعبه؟ لماذا يعني الاستشهار عن اللعبه؟ وهل هذه اللعبه مطلوب من حد ان يتبع عنها هذا المقطع الاعلامي؟ لا بكل صراحه هذا سؤال وجيه، لان الناس ديال كيمشيو غير لكره القدم ويمشيو ربما الذكريات المعروفه التنس كيمشي لكل ما كيكون هما اللي هابين هذا، ملي كتعيط عليهم وتقول شي حاجه ما تعرفش كيما قلت هذا الشيء اللي كنسمع انا ما تعرفش، ولكن الحمد لله دابا الرئيس الحالي راه كاين انسان دابا مع كولومبيا ودير مع واحد الشركه ديال الاجهزه اللي تقول المهم الحمد لله كاين استشهار كاين كيف دخل العالم المصارعه. اذا سؤال اخر، لماذا لم يلمع في السماء الرياضات اللي فرع المصارعه مع علم بان ممثله اولمبيه، يعني لمن يعزى هذا السبب او هذا الغياب؟ بكل صراحه الاعلام، الاعلام حتى هما كو انا كتبان لي بعض الرياضات اللي بحال الرياضات الفرديه وهاد الرياضات سميتو هما مثلا انا حتى بكل صراحه وبكل صدق عشت معايا في المصارعه خطات كتعيط تقول لهم حنا راه لاعبين، علاش قلت له راه كاينه كره القدم ما يمكنش حنا نجيو، راه كاين واحد التظاهره كبيره هذا، انت كتبقى على ما كانش لما كان والو راه كيجيو عندك بكل صراحه. هذا هو اللي يعني هل هناك تقصير من طرف المسؤول ايضا؟ ايصال لا بكل صراحه انا بالنسبه لي النتائج هي اللي كتكون كدير نتائج كبيره وصعبه كتجي عندك، والنتائج راه كتبغي الامكانيات، راه ما كانش امكانيات ما كانش ديرها بقى بحال ما كيقولوا نفخوا خلى تسكب المغرب، اذا ما كانش راه واحد زائد واحد كيساوي، اذا ما كانش امكانيات والناس المسؤولين الكبار يعرفوها
ما يمكنش انا ندري حتى هذا، راه قلت انا في السؤال ديالي بغيت نطلع الرياضه تكون في المستوى العالي خصها تعطي الامكانيات، ما كاين شي يبدا يكذب عليها، راه ما عمرها ما تدير شي حاجه غتبقى بلاصتها. كيف كانت خلاجتك واحاسيسك عندما توجد باول ميداليه في مشوارك الرياضي؟ بكل صراحه اي واحد كيتمنى، كنت انا قلت هذه زعما كلها ما درت اول ميداليه ذهبيه في المصارعه، وكانت هنا في الساحه ما كانش شويه، واخا ما كانش مهم حسيت براسي قلت انا صافي راه غادي. وانا كنت كنقولها مع نفسي مع الاصدقاء بغيت غنكون في المنتخب الوطني الوالي، قلت راه هذه انطلاقه ان شاء الله وغادي ندخل. حسيت براسي بحال كيما يقولوا احسن حاجه حسيت بها في حياتي من داك الانجاز اللي درتي. ما هي مميزات المصارع الذكي، المصارع الذي يفوز بالالقاب، المصارع الذي يصل الى القمه، ما هي المميزات التي تميز عن المصارع الاخرين؟ ماشي غير المصارع، اي واحد بغى يوصل شيء خاصه في ذات المصارع، في المصارع لها تقنيات معينه، خاص يكون راك انا الاخ اسمي خاص يكون الذكاء اولا، الذكاء والقوه والخفه ديال الحركه ديال انا ملي كتكون كتوصل لواحد المستوى ديال المصارعه ملي كتشد مع الخصم ديالك عاد يديرك تعرف واش بغى يدير، كتقدر ديري العكس. وكانت الحمد لله انا بدون اللي جبتي معايا سميتو كان من الخاصيات ديالي انا تنوهم اللاعب بحال تنقول ليه تنبين ليه واحد البيس غادي 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 واحد الحركه معينه غادي يمشي بها، وانا كنوجد ليه العكس ديالها، كنت كندير الكونتر ديالها كندير راسي زعما راني ما ديرش كيبغي يدير ليا كندير العكس ديالها باش كنمشي كندير لي كونتر بزاف ديال يعني من هم الابطال الذين ترى فيهم حملت المشهد الجميل ديال المصارعه الان؟ المهم هادشي بالنسبه ليا الشباب، هذا انشاكو في الشباب العربي بكل صراحه انشاكو في الشبان، وكاين واحد لان دابا كاين واحد العنايه من الجامعه دايره واحد المدرسه، وهذيك المدرسه اللي دايرها فيها واحد الاطفال في المستوى الكبير، وخصهم العنايه مع المستقبل ان شاء الله يكون في المستوى. يعني سؤال طرحه الاخ، يعني الملاكمه حاليا هناك مباريات تربصات اعدادات، يعني المصارعه يعني قل من يتحدث عنها، يعني كيف ما هي هذه الفوارق المباراه كيف تقراها كيف تشرحها كيف تحللها؟ هذه بين الحلول اللي بينها راه انا تفرجت فيها سميتو، لان الملاكمه دابا فيها ابطال شاكوا في البطوله العالميه الانجازات اللي غتمر بها الذهبي، راه هنا كيخلي الاعلام وكيخلي سميتو الخدمه ديال الجامعه غادي بواحد الخطه. وحتى الحمد لله الجامعه انا كتبان لي ديال المصارعه كاين هذا الرئيس الجديد اللي جا بكل صراحه بالانجازات اللي دار راه دار شي حوايج اللي اش نقول لك محترف في الميدان ديال السير، اللي خص غير الاعانات تكون دار سونتر دولي معترف به دوليا مع هو اللي رئيس الجامعه الافريقيه، دار سونتر دولي دار فيه قاعه مخطط لان مع هو الجديده عطاوها ليه الجديده، وبنى حدا واحد السونتر بلا بيسين ديالو كلشي غادي يعود لها سوت زعما غادي واحد النجم سميتو واحد الخطه ثابته، ولكن النتيجه كتبغي راه قلت لك انا ذاك الخبير قال لك الا بغيت يطلع بطل عالمي بس خصك واحد المده كبيره باش يطلع، ما يمكنش تعطي الجامعه دابا الجامعه عاطينو 4 سنين وباقي ما كملهاش، هذا الرئيس ما خصهاش نحاسبو، خص نحاسبو الناس القدام، الجامعه قديما خصك تحاسب، لان بكل صراحه انا ماشي انا كنهضر في الواقع، الجامعه الاولى ما كنت دير حتى حاجه، هاد الجامعه الحاليه غاديه واحد النجم واحد الخطه ديال ان شاء الله ديال المستقبل ديال ان شاء الله ديال المساعد شو وقت العالمي والدولي ان شاء الله. نتمنى ذلك ولو اننا نعلم اننا هذه المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. هل المبلغ الذي توصلت به من الجامعه اللي هو رد الاعتبار ام هو ثمن السقوط؟ والجمهور اللي تشوف لان كل ساعه اش غيقول لكم الا كان الا بطل مغربي من تقريبا شحال من سنه حتى كان من 76 حتى 77 حتى 88 بطل مغربي في المصارعه الرومانيه في الحره، وبطل افريقي جوج خطرات، وبطل العالم العربي، وبطل المغرب العربي، راه هذا هو اللي يعني. سؤال اخر، لماذا لم يتم اختيارك كاطار بالجامعه كلها المصارعه مع علم انك تملك كفاءه وخبره وتعرف دواليب الامور وتعرف مفاتيحها، لماذا يتم تغييرك
عن هذه المهمات التي أنت أدرى بي وكل صراحة هذا الجو بإصرارها. هذا معناك الرئيس القديم ما كان دائما هذه كانت ملي كيوقع شي مشكل بحال هكا ما تيبغيش تبقى تبان هداك بحال دابا كتجي انت عالة انت صاحب المقام الرئيس تلقى شي حاجة ولكن ان شاء الله تكون في هذا الرئيس الجديد راه كيكون الحاعات منه باش ندخل مع الجيل على غير كرة القدم حيث هناك الزكي بدو وهناك حجي وهناك شيبة. نتمنى ذلك ان يكون هناك لجنه تقنيه او لجنه تقنيه على غرار كره القدم. ما هي المشاكل التي تعاني المصارعه في المغرب بالضبط؟ ونضع النقط الحروف الخلل اين الخلل اين مكمن الخلل؟ دابا انا بقول تجربتي المتواضعه رياضه المصارعه ماشي مثلا كاراتيه ولا جيدو كيتلعب في صال حره. احنا ما غياب على غياب على دور الشباب كيتلعبوا دور الشباب لان ما يمكنش دابا دير زعما رياضه المصارعه دابا دابا كي ولا اي عنصر بغي يمشي للناس كيخصو الكيمينو وخاصو المساتير الوار الدوزيام دان المصارعه ما فيهاش حيت كاين دابا اللي غتعاون ديالها مثلا على المصارعه نقول لك المصارعه من احسن الرياضات في قوه في اي حاجه كتكون كتكون قوي في الذكي حتى من ناحيه المصارعه تكون عندك واحد القوه خارقه ماشي غير واحد الرياضه يقول لك راه حتى رياضه المصارعه هذه الواقع تنقول تجريبه لان دابعت مع صحاب الكاراتيه ودابعت مع صحاب الجيدو ولعبت معاهم ماشي تضيع منهم القوه اللي كتكون عند المصارعه ما تكونش عند رياضه المصارعه ودابا الناس ولات تعطى غير المظاهر خصو الانسانيه خصو انا خصو والرياضه دابا رياضه المصارعه تعرفها خرج برا سير تركيا سير الدول الشرقيه راه هي رياضه الاولى عندهم هي المصارعه تيقول لك ما كنتش كدير المصارعه ترى ماشي يقول ماشي بنادم ماشي هذو حتى دابا الايرانيين كان بكري في ايام الشاه ايران كان لي كارد كور ديال الملك الشاه ايران مصارعين معروفين دابا المصارعه ما معروفاش اعلاميا هما كيما قال الاخوان حتى في التحكي حتى في القضيه ديال القانون ديالها ما عارفينوش بزاف الحوايج ولكن من اشهر الرياضه من اقدم الرياضات وهذا هو الجهد عليك مبتدئ يقال لكل داخل دهشة يعني ما هي المشاكل والعرافين التي صادفتك في حياتك كمبتدئ وهذا إشارة لتلطيف الأجواء للمبتدئين كمبتدئ في المصارعة هو المشكل صادفك الحمد لله ما أنا في معظمني ما لقيتش مشكل من ناحية في البداية ديالي لأن أنا معروف عليا ملي كنبغي ندخل ماشي استهزاء من الخصم كندخل تنتاسم دائما كندخل تنتاسم تنقول تنتاسم ماشي مخلوع ما فيها لا سميتو كندخل عادي كتجيني سبحان الله هذا المبدا ديالي وكلشي كنعرف ماشي استهزاء من الخصم ماشي سميتو كندخل كيما قلتي مبشور شويه سميتو شكرا يعني الإصابة البالغة التي وليتم بها هل جعلتكم تندمون على اختيار رياضة المصارعة؟ لا الانسان خير من كان اذا قسم الله ما احلى بها الانسان راه كيمكن يتصاب ما غادي في الطريق كدير كسيده ولا كطيح في شي زوج الانسان كيكون في الدروج غادي يتصاب باعاقه هذه هو الحمد لله على كل حال درنا هذه الرياضه قسم على الله احنا الحمد لله على كل حال اذا بهذه الاجابه يكون السياق الى حنين قد اجاب عن كل الاسئله والان كلمه للاستاذ وقالي استاذ اذا سمحت لي نخليو ختام ونص نخليو الكلمه ديال الاستاذ بقالي واحد الفسحه مع نيش والمسير ديال البطل ديالنا من خلال الصور. يلا سيدي. هني في بلاد بغيت نكلمك على الصور. هذه حتى الصور بعض الصور كاين بعض الصور بزاف ديال كما قالت حتى كبرنا وتلعبش هذا باش ندمنا على الصور باش كنديرو هذه اول ميداليه افريقيه 85 في الدار البيضاء مركب رياضي مع عبد الخالق الصوره مع احدى الفريق الوطني الفريق الوطني مع اجل اللاعبين صحابي علي اسماء علي البطوله العربيه سوسانه هذه في 85 الالعاب العربيه الالعاب العربيه صوره
الفريق الوطني كلام العربيه اللي جاب هذا في الرباط كنا واحد الحفل ديال الاختتام كنا عارضين هذا الفريق هذا المدرب بن سيمان هذا المدرب بن سيمان استاذ في معهد مناشي شحال من اطار في سميتو كومون هذا كأس العرش دينا فارق ديالنا فارق ديال ديال الوطنيات كأس العرش جيد أنا أستاذ لك الكلمة طيب هو الدوري على يد اللاعب ديالنا الدولي المصارع الكبير عبد الله حليم وكون انه التحق بنا هنا بمدرج الصحافه والتشير هذه اضافه الينا كمعهد يدرس يعني الاعلام اللي هو عنده ارتباط وثيق جدا يعني كل الرياضات وكل الالعاب مره واحده مره تنشد على يدي وتنشكروا على الحضور وان شاء الله ان نبغيو نشوفوا الاثر ديالك ولو ان بتوقيت على الممارسه تنبغيو نشوفوا عاود الاثر ديالك تكوين جيل اخر من المصارعين ومن الرياضيين وحظ سعيد لك ان شاء الله يا رب